تحياتي للجميع. محمد اشتي عامل لجنة تحقيق عشان فضيحة فايزر. شوفوا يا جماعة الخير، الموضوع هذا بعبر عن عقلية قديمة. الخلل انسوكم من محمد اشتي شوي. القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء. إذا بنرجع بالتاريخ لورا تاجروا حتى بسلاح الثورة، كانوا يبيعوا أسلحة الفداء الفلسطيني اللي يتبرعوا فيها المناصرين للقضية، كانوا يبيعوها لحزب الكتائب. باعوا معارض سعودي يعني مناصر للقضية الفلسطينية، الشهيد ناصر السعيد مناصر للقضية الفلسطينية، باعوا للسعودية بدراهم معدودات. طول عمرهم مرتزقة وشغالين هيك. ففضيحة اللقاحات يعني مش سلوك جديد يعني عليهم، وعندهم حتى أيديولوجيا يعني نظرية. يوما ما كان في شخصية نافذة لمنظمة التحرير فاسدة ماليا، أظن أنه جاويد الغصين، وكان في الخليج يعني، أظن كان مدير الصندوق القومي الفلسطيني أو شيء زي هيك. فأبو عمار في إحدى زياراته للخليج حكوله يا أبو عمار هيك هيك يعني الزلم عليه فضائح مالية بتخوفه، فضحنا يعني السعوديين والإماراتيين والذو بطلنا نطلع فيهم. قال لهم أعمل لكم إيه؟ أجيب لكم حرامي جعان يسرى أكتر، خليكم على الحرامي الشبعان. فعندهم نظرية فلسفية يعني من خلال نظرية الحرامي الجعان والشبعان. هم هيك نفس يعقوب فاوتشي لما حكى لمنى الكرد إنه إذا لم أسرق بيتك سيسرقه آخرون، وهذول إذا لم نسرقكم نحن سيسرقكم آخرون، معتبرين القصة مزاد حرما وقرصنة يعني. ما القصة هيك معششة في رأسهم. فلما بقول إحنا الخلل، والخلل عند المركزية وعند القيادة العليا كلها. هذا محمد اشتي شو هو فكر كطر طور يا ولد روح يا ولد تعال، يعني هم حطوه في هذه المناصب لأنه محترف إخفاء ملفات المالية، يعني محترف فساد، وبيستفيدوا من هذه المهارات الاستثنائية. ووقح بيطلع على الإعلام بكل وقاحة بيمثل الدور وبعيشه. لقد طعمنا 105,000 عامل، تتذكروها؟ والحق مش عليكم، الحق على اللي سكت لما أول 5,000 لقاح وديتوهن لجماعتكم في الأردن، مش مهم باقي الشعب. الحق على الشعب كمان، احنا بنتحمل جزء كبير من المسؤولية. الطرف الثاني من خلل المعادلة اللي هو أكرم الخطيب النائب العام. لك يا عمي انت يا أكرم الخطيب حبست ولد عمره 16 سنة مصاب بالسكري على ذمة الحق العام لأنه ايش ذم السلطة. ورجينا الحق العام، استخدم الحق العام ضد هذول. بس احنا عارفين يا أكرم الخطيب انه زيك زي احمد براك، لا يمكن عصابة من هالنوع تحط نائب عام نزيه الا ما تبين الايام والدور ونعرف ليش حطوك. زي احمد براك بالضبط. شوف شو مصيره، ومصيرك مش راح يختلف، واذا مش على ايدين الناس على ايديهم. الخطورة يا جماعة ايضا انه هذول الناس يبدو انه الرياح الدولية تجري بما لا تشتهي سفنهم، فعمالهم بيستعجلوا يعني ما بورطوا بهيك فضيحة الا مستعجلين، بدهم يهبشوا ويطلعوا، بدهم يتركوا البلد خراب نهائي. كمان طريقة المعارضة عندنا كمان فيها مشكلة. يعني أنا قاعد بضحك على تبعون التيار الدحلاني، التيار الإصلاحي، قال تيار إصلاحي وفي حركة فتح. ولكم أنتوا نسبة يعني كيف أبو مازن بقولك إحنا المشروع الوطني وأنتوا التيار الإصلاحي، الإصلاح عندكم يساوي نفس نسبة الوطنية عند أبو مازن. كلكم موظفين عند مخابرات الخليج وغير الخليج، كلكم موظفين مخابرات، تختلفوش انتوا عن جماعة دول. فانتوا اخر ناس يحكوا عن النزاهة وعن الشفافية وعن الاصلاح. في يا جماعة الخير عندنا مشكلة حتى بالمعارضة وبالنخب. وين الصحفيين النزيهين اللي الواحد كان لسانه جبرين؟ وين الرؤساء القوائم الانتخابية مع الاحترام للبعض؟ ما هو نزار بنات لما حكى انا والدكتور امجد شهاب لما قلنا انه رايحين نروح على اوروبا وانقاض السلطة، وانقاض عفوا الاتحاد الاوروبي اللي بيدعم هيك سلطة، كلكم صرتوا وطنيين يا فلان وعلان. لما انطخ على بيت نزار سكتوا كثير منكم. ليش؟ لانه الاستقواء بالخارج، وبدنا نلملم جراحنا داخليا. اتفضل لم جراحنا داخليا، يلا ورجيني يا فلان ويا علان. اليوم بقول يا فلان ويا علان، بكره في اوقات الفراغ راح اتسلى عليكم بالاسم كمان. ورجيني انت وياه يلي كنت بدك تمثل الشعب الفلسطيني في قائمة انتخابية ومرشح حالك لخدمة الشعب، ورجيني شو بدك تعمل. لملمها داخليا من خلال أكرم الخطيب. يتجرأ واحد فيكم
يروح يقدم شكوى. ها يلا ورجونا يا تيار الإصلاح، ورجونا يا تيار ناصر القدوة، هم باعتبارك تيارات كبيرة، ورجونا يا غير وغيرك، ورجونا يا مستقلين. يلا اللي بدوش يستقوي بالخارج ورجيني نزاهتك الداخلية. بس في كثير من الناس مشاركين، إشي بالاستفادة أو إشي بالصمت أو إشي بالبيع والشراء في هذا الملف. هذا ملف صحة عامة بمس الفتحاوي قبل غيره. لا عفوا، مش كل الفتحاوية، ما هو في فتحاوية مركنين على لقاحات منيحة. أو هيك بيعتبروا، أو هيك بيعتبروا. خلص صار في عنا جزيرة سكانية، كتلة سكانية موجودة في الضفة الغربية ملهاش علاقة بباقي المجتمع. يعطيكم العافية.